ليدرز مهمتهم ان هم يبنوا التيمز، يبني تيم اساسا عشان يحقق الجولز والفيجن بتاعت وات ايفر they are doing. خلاص؟ How to build the teams؟ لازم مبدئيا نجمع الناس. Hiring او recruiting بشكل او باخر. اوكي؟ سواء حوالين هدف من اهداف الانسانيه او هدف من الاهداف الماليه او 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 او. بعد الجاذرنج لازم اخلق منهم نوع من انواع الانتماء. I am a part of the team. اوكي؟ ولو هم من النوع اللي working only for money avoid them. Avoid them فعلا if you can avoid them. مش ده معناه ان working for money is bad. Working for money is not bad. But it's not enough as a motive. It's not enough for loyalty. خلاص؟ Once انا قدرت ابني التيم اللي قاعد معايا وبياخد sufficient money كده انا عندي بري ريكويزيت لللويالتي. اللويالتي بقى حاجه فوق ده. ان هو مهتم فعلا بتحقيق الاهداف، مهتم فعلا بمصلحه الفريق. مش هيجي يقول لك انا خلصت التاسكس بتاعتي، سلام عليكم وانا ماشي. طب يا عم احنا موجودين، انا ماليش دعوه. دي مش لويالتي. ده مش معناه على الجانب الاخر، ممكن ده مش موضوعنا، بس الشيء والشيء يذكر. ده مش معناه ان احنا شغلتنا عشان نبقى لويال يبقى معناها ان كل واحد يتاخر في شغله ويجي يرمي علينا الشغل. خلاص؟ في بوليسيز بتتحط، في هات وخد، شيلني وشيلك، من باب التيم سبيريت. بس برضه جزء من المونيتورنج ان انا اتاكد ان مفيش حد بيلعب بالتيم. ان هو محمل التيم وقاعد هو بريح. اوكي؟ لما حد يقع نشيله. لكن ما حدش يوتر عليه. اوكي؟ الليدرز علشان يبنوا التيم، عشان يبنوا اللويالتي، يبقى محتاج دايما يدي هيلب وكير. لازم يحسسك انه بيتعامل معاك على انك انسان. ليك احتياجاتك، ليك الامك، ليك تطلعاتك، بيبص لده وبيقيمه وبيحطه في اعتباره. ولازم كمان بيساعدك على ان انت تحقق اللي يخليك انت سعيد. واذا كان ده دور الليدر معاك، يبقى دورك مع الناس لو انت عايز تبقى ليدر ليه؟ اوكي؟